Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya insya Allah akan belajar Ders Al-Quran atau membaca Al-Quran, membaca Surah Al-Baqarah dari ayat 1. Nah, insya Allah saya akan belajar membaca Al-Quran. Sama membaca, untuk yang bisa baca atau mendengarkannya, untuk yang belum bisa baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم.